لا أساس له من الصحة، لم أتدخل، لم يعني ما كانش عندي أي تدخل في موضوع سفر اللاعبين. إن شاء الحمد لله هم الآن سافروا وتعالجوا ورجعوا، ولكن لم يكن لدي أي نفوذ. كان يعني أنفي هذا التهمة يعني نفيا باتا، لأن أنا لا تدخلت ولا تكلمت ولا رحت. هذا موضوع متاع الإسعاف الطائر، كل كثير من الليبيين يسافروا فيه لظروف معينة، وهذه الظروف توفرت في الذين ابني والأخ الآخر اللي كانوا بيسافروا، توفرت فيهم الشروط متاع أو الظروف وقبلوا، ولكن لم يستعملوا لا نفوذ ولا نحو نزل واحد ولا درويشي. وأنا حقيقة هذه لم أتحدث فيها من البداية، لأنه كان تلفيق وكذب وافتراء وليس له أي من الصحة أساس من الصحة، فحقيقة ابتعدت عنها.